وتدريبي هو سد المقاف السد اللي هو عامل اربعه مقاف بورسعيد. عارف اللي بتعمل ايه ده والله؟ وحقيقي ان شاء الله يزور الكوميدي برضه مراكز الراحه الجديده وزياره السيدات. وطبعا سيد محمد سعيد نازل رئيس الاداره المركزيه دار الشباب. باشا باشا في ايه يا باشا؟ ايه اللي بتعمله ده يا ريس؟ طبعا يا باشا مش هينفع اللي انت بتعمله ده على فكره. احنا ضد القانون مش فوق القانون، احنا دولة القانون. هذا النادي الاهلي المحترم ليه صوته وليه اقتصاد. لما سياده المحافظ السابق سياده اللي هو كمال الدالي سهلين بقول مره رحنا كلنا مجلس النواب إدارة الحكم المحلي لجهاز كان محمد نسيين طبعا في طلب حتى مقرر من بعض أعضاء المجلس. مجلس النواب طلع خطاب راح لسيادة رئيس الوزراء في الوقت اللي هو الشيخ إسماعيل قال له هذا السور ليه ترخيص واللي عمل إزالة عمل إزالة غاشمة لفتواته. وشوف النيل كله اللي تبع محافظة الجيزة نزيل شوف احنا بنأكل في الحاجات المعمولة اللي مش باينة اللي انت بقيت بس سيئة. ومع ذلك اترفع 5 قضايا عن النادي وليه إدارة الهندسية واستشار الهندسي النادي ان احنا بنينا سور موتور كريس والخمس قضايا خدنا وراء. احنا عشان نحل المشكلة عملنا السور المتحدد ده. الصبح هنفتح لانه شباك. اول ما الارض دي بعد الظهر أروح أفين عشان ما ينفعش ستاتنا وبناتنا الواعيين في الشارع والأكل والخارج في الشارع تعكسهم. وزي ما قلت قبل كده عندنا أعضاء قيادات عسكرية وقيادات شرطية محترمين. الإداريين حاطينهم على القوائم ما ينفعش يبقوا كده وظهرهم مشوف. الأفضل سيداتنا الفاضلات عندنا أوضاع محترمين رؤساء دوائر وأعضاء دوائر الإرهاب مستهدفين. مش ممكن يبقى اعضاء النادي ويسموا كده في الهواء. انا برضه بستاذ المحافظ المتهيألي انا بالاحترام يا فندم في حاجات ثانيه في المحافظه اهم من الصوت. كملنا يا فندم وحضرتك وحدين الصوت بشكلها الصوت. هتيجي بالليل
هتلاقي الصوت، هتقول ده في نمرة ولا ايه؟ لا انا فكرت كده بصفتي مهندس ازاي اريحك وازاي نحل المشكلة، فعملت الصوت متحرك في الشمس ان شاء الله بيقعدوا فوق نفتح الصوت بالليل اول ما الليل تلاقي كده يبقى في اعضاء واعضاء محترمين هنروح قافلين الشباك زي ما شايفين كده. فمن فضلك يا سياده المحافظ كنت اتمنى ان تيجي النهارده تفتح المنشاه اللي تبع محافظه الجيزه، كنت اتمنى تيجي تفتح 18 حديقه كبيره في نادي الزمالك تبع محافظه الجيزه، تعالى افتتح الصالات اللي اتعملت تبع محافظه الجيزه، جيم السيدات وحمام السباحه الجديد كل ده تبع محافظه الجيزه، افرح بنادي عندك مشرف في الدنيا. عشان كده انا فرحان بعبد الرحمن بن شرش. استاذ سعيد مازن فيلم ايهاب ايهاب ده اللي انا على فكره بس احنا الفاميليا مش قادرين نجيب دفاع كل سنه طيبين تلي بقى الله يخشوا احنا ثلاث ادوار ده دور وتحت دور وفي مكان عاملينه للزواج والزوجات اللي عارفين يفتكروا الزمن الجميل بتاع تمام عشان لهم مكانسوه وقعوا على التمرين تمام اللي عنده مشكلة بقى مع مراته ودي صلاحها هنا وهذا المكان سيكون للأعضاء حفلات ولادهم وأفراح ولادهم وعيال ولاد ولادهم مجانا بالفضل طيب شكرا. ورا بقى يا جدعان انتوا على الطريق. الطريق يا جدعان بعد اسبوع يا جدعان.